انا غلبني الزمان وغلبتني هذه المسؤوليه اللي بداها. وانا مريضه عندي طونسيو في القلب، ما كنلقاش اللي يكون بيا ولا اللي يعاوني بالكرا ولا اللي يعطيني باش نكون. انا كنت اتقص، راه عندي الباني ديال طونسيو في القلب كنعمل 3600 ما كنجيبو حتى كندوب، ونخلص الكرا وكنبدا 3 ايام بلا عشاء بلا غدا. عندك شي وليدات؟ عندي الوليدات ما كيديوهاش فيا، عندي بنت راه باكادير كانت في ليبيا عليها الحرب، ناضتيها كترز وتخيط، جاو ليبيين شراو ليها ارض وشراو وعطاوها المسائل بنوا ليها ومزوجه والده ولد وبنت وما كتديهاش بيها بصفه نهائيه. وحاليا فين كتسكني انت؟ انا كنسكن في الساسفة. عندك دار شنو؟ لا ما عنديش دار، كاريه بيت ب 12000. عياني الكرا والبارح قال لي تخلصي الكرا، وخلصت اسبوع الما وضو 3000 ريال، قال لي راه حسبنا حساب غلط غادي تزيديني كيما عندي ما نزيدك. والدار آلية السقوط ولا شتوها غادي تعرفوني انا معقوله ولا كذابه بدون الحبس. حاليا مزرمه. ومنين كتجيبي باش كتعيشي يوميا؟ باش كتعيشي؟ كنمشي عند الجواد كيعطيوني ما نكذبش. الجواد كيعطيوني داكشي اللي كتب الله. انا كندورها في هاد العواشير، دابا راه باقا لي 6700 ريال. 12000 ريال باش كنخلص الكرا. انا كنطالب المحسنين يعاونوني، وإلا عطاوني داكشي اللي كتب الله، الله يجعل ربي يزازيك ويزازيهم. هذا هو الحل الوحيد. صافي. أنا عييت ومرضت وهادشي تأثر عليا، وهاد العين ما كنشوفش بها. شوفي غادي نعمى منها ملي كنديرهو كنشوف بها، دابا راه كنشوف الخيال ديالك، أما باش نشوف عيني وكنشوف راسك لا. هادي الله يرحمها شوفي كي ولات. شحال السن ديالك؟ ها؟ شحال السن ديالك؟ عندي 72 سنة في عمري. كنضيع انا كنضيع 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 كنضيع، كون غير مهنيه من الكرا ومن الصاير الحمد لله. وتدابا الحمد لله على كل حال كثيرا. ما عنديش راجلي، مات راجلي، مشى خد عليا وحده برميطه، مشى الجديده وجاي سكران، لاحوا هذاك اش يقولوا لي كمايو ب 5 مترو تلاح بياس تيطاشي ولو كيهزو عظم بعظم. لا كتهضر على الراجل، وانا عالم عليا الله ونعم الوكيل. انا كنطالب سيادتك والمحسنين، ودرتي فيا بنيتي شي اجر، انا كل فجر نعطيك دعاء ونعطي دعاء لدوك المسلمين كفا اجمعين اللي راني غفكروني على وجه الله. صافي هذا هو الحل هو هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.